بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 15. وصلنا إلى ثورة أبشالوم على أبو داود. نقرأ من عدد 7. في نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرت للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناي في جشور في أرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. فقال له الملك: اذهب بسلام. فقام وذهب إلى حبرون. أرسل أبشالوم جواسيس في جميع أسباط إسرائيل قائلا: إذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك أبشالوم في حبرون. أبشالوم بحكمة أرضية نفسانية شيطانية عمل مؤامرة خبيثة، بعت جواسيس في كل حتة ونبه عليهم لما يسمعوا صوت البوق كلهم يعلنوا كل في مكانه في الأسباط إن أبشالوم أصبح الملك، عشان لا يعلن أبشالوم ملكا في مكان وبقية الأماكن ما تسمعش، تبقى الحكاية كده مش متزنة. هو عاوز يحاصر داوود أبوه، فعاوز يخلي إيه يعني كل الشعب في كل حتة يسلب الأمر إن أبشالوم هو الملك. فحط ناس عملاء ليه في كل سبط في كل مكان وقال لهم: أول ما تسمعوا البوق يبقى أنا أعلنت ملكي في حبرون، أنتوا كمان تقولوا أبشالوم بقى هو الملك. وانطلق مع أبشالوم 200 رجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيئا. برضو كانت ببساطة دي عاوزين نقف عندها شوي. زي ما الكتاب المقدس قال على شخصيات انها حكيمه ولكنه كان يقصد حكمه شريره، كمان ساعات يكون بيقصد بكلمه البساطه الساذجه او قله الحكمه. هو خد 200 واحد من الناس المشهورين الكبار حبرون كانه رايح يعمل ذبايح، عشان ما يعلن ملكه الناس تتصور في كل حته ان ال 200 شخصيه المهمين دول مأيدينه، فيطلع انطباع عند كل الناس اذا كانوا كل دول مؤيدين ابشالوم لا معقول بقى يبقى الكلام مظبوط، وهم لا يعرفوا ولا مؤيدين ولا واخدين في بالهم. فهنا الحقيقه كان مفروض اذا كانوا رجال حكماء يحسوا ان الشخصيه دي ابشالوم ده مش سهل، وواضح ان علاقته بابوه مضطربه، وقبل كده معروف انه قتل اخوه، كان لازم كل ده يخليهم ما يهودهوش كده ويروحوا معاه خلاص، لان انت اذا مشيت مع شخص سمعته وحشة لا يخلو الامر من انك انت سمعتك كمان تتلخبط او يجيب رجلك في مشكلة زي ما يحصل دلوقتي. جات رجلهم كأنهم متآمرين على داود وهم ما يعرفوش ان دي مؤامرة، هم ببساطة او بقلة حكمة يعني تصرف. في فرق بين البساطة المسيحية كفضيلة روحية ثمر للروح القدس وبين قلة الحكمة. الإنسان البسيط لازم تبقى عينيه في رأسه، برضه الكتاب بيقول الحكيم عيناه في رأسه، وعاوزين نتعلم كلنا نبقى بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات، مش بساطة بدون حكمة. انطلق مع أبشالوم 200 راجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيئا. وأرسل أبشالوم إلى أخيتوفل الجيلوني مشير داود من مدينة جيلو إذ كان يذبح ذبايح. برضو أبشالوم حسبها بطريقة ماكرة جدا، لقى أن المشير أهم مشير من مستشارين داود المشهورين هيكون بعيد عنه في الوقت ده، واحد اسمه أخيتوفل وده سمعته مش قوي. بالرغم من ذكائه الفذ وحكمته العسكرية إنما ولاؤه لداود عليه علامة استفهام، فأبشالوم كان فاهم كده إن الراجل ده ممكن يعني يبيع ضميره، فاستغل فرصة غيابه في منطقة تانية عشان زي ما تقولوا يشتريه يعني، وهو بعيد عن داود وكان يخاف منه لأنه أخيتوفل ده يقولوا اللي كان يسأله كمان يسأل الله، يعني مشورته ما تنزلش الأرض أبدا، بالرغم أنه راجل مش كويس. وفي ذكاء في الدنيا ساعات يبقى ذكاء عالي لكن مؤذي،
من غير روحانية مؤذي، مؤذي لصاحبه مؤذي للي حواليه. فأخي توفل ده المستشار العسكري ده بتاع داود كان غايب في الوقت ده، فبرضو أبشالوم حسبها صح بالنسبة له يعني كتوقيت، عشان أخي توفل لو جنب داود هيقول له كم مشورة هيبوظ الثورة أو المؤامرة بتاعت أبشالوم. وكانت الفتنة شديدة. الفتنة هنا بمعنى إيه؟ الناس بقت مش عارفة الحق فين. ناس كتيرة بتقول خلاص داود اتنازل لأبشالوم، ناس بتقول أبشالوم قتل داود، ناس بتقول داود هرب وساب الحكاية لأبشالوم، ناس بتقول لا داود لازم هينتقم ويموت أبشالوم ابنه. محدش عارف الحق فين. فالفتنة شديدة يعني زي ما تقولوا إشاعات كتير، محدش متأكد بالضبط الحقيقة فين. وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، إنما واضح من آخر كم سنة أنه الشعب بيزيد في صف أبشالوم. فأتى مخبر إلى داود قائلا إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. جت بقى الحقيقة قبل خلاص البوق بحاجات بساعات كده. قال واحد من رجالته قال له لازم تبقى فاهم يا داود الملك إنه أبشالوم ابنك لم الناس كلها حواليه والحكاية واضحة، ما هي إلا ساعات وهيعلن نفسه ملك، وفي الحالة دي هيطلب رأسك. فجاله واحد قال له قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. طبعا خبر صعب جدا. ليه؟ أبشالوم مش عدو، أبشالوم ابنه، ومهما الابن هنا كره أبوه إنما الأب ما يعرفش يكره. وبعدين داود ربنا هو اللي خدمه يعني سهله لغاية ما بقى ملك، دلوقتي الملك بيتسحب منه، إحساس صعب. وهو بقاله كتير على الكرسي، ما بقاش الكرسي هو اللي شغله، لكن إحساسه النفسي إن ابنه بيخونه ده صعب أوي. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم قوموا بنا نهرب. برضه هنا تبان بقى فضائل داود. داود راجل حرب بقاله سنين ومعاه ناس تقال، يقابل إخواته والناس دول كلهم شداد جدا وخبرة أكبر كتير من خبرة أبشالوم الشاب. ولو داود خد على عاتقه يدخل حرب الحقيقة لا ده هو كفيل انه يصد الفتنة دي والثورة دي. انما داود لقى نفسه في موقف صعب، هيحارب ابنه ولما ينتصر يعني هيموت ابنه، وبعدين هو هيحارب مين؟ ما هو اللي مع ابنه دول ناس كده كده شعب اليهود شعبه. فهنا آثر داود الهرب، ودي حكمة جميلة لأن الكتاب بيقول لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. الهروب من وجه الشر فضيلة مش ضعف. ربنا يسوع له المجد وهو طفل هرب من وجه هيرودس، هل ده كان ضعف؟ حاشا، هيرودس مات بعدها موتة صعبة، إنما ربنا يسوع له المجد هرب من وجه الشر. لما تلاقي شخص مؤذي ابعد عنه يعني تفاداه، لكن ما تكرهوش، ما تقفلوش، ما تصدوش، لأنه مش ده الحل. فهنا داود بقى طبعا حاسس أن رجالته سخنوا وعاوزين بقى ينتقموا لشرفهم وكرامتهم ويقمعوا الفتنة دي والثورة دي. فهو قال لهم قوموا بنا نهرب لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم. أظهر كأنه ضعيف عشان ما يقفش في وش المعركة. أسرعوا للذهاب لئلا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف. يبقى واضح من كلامه هو مش خايف على نفسه. أظن داود في اللحظة دي كان يتمنى يموت ولا إنوش يعني يحضر الموقف ده، لأنه كده كده اللي هيموتوا دول أولاده، شعبه اللي ماشي معاه ولا الشعب اللي ماشي مع أبشالوم، ما كل ده ناسه، كل دول هو اللي مسؤول عنهم. فقال لهم حقنا للدماء تعالوا احنا نهرب، لو ما لقناش خلاص ياخد الملك من غير حرب احسن. فقال عبيد الملك للملك حسب كل ما يختار سيدنا الملك نحن عبيده. كان ممكن يقفوا له يقولوا له لا احنا مش اقل منه واحنا نقدر نحميك
واحنا نقدر نجيب حقك وبلاش الضعف ده، وفاكر نفسه مين كان لازم تموته من بدري. إنما من حبهم في داود وخضوعهم لرجل الله قالوا له بص احنا عبيدك، تقول نهرب نهرب، حتى لو ده لا يتناسب مع طبيعتهم العسكرية والحربية. انتوا عارفين رجال الحروب بيبقى عندهم كده ايه يعني، حماسة عالية وعزة نفس، وما يقبلوش ابدا التراجع، يعني يبقى عنده الرجل من دول يموت ولا يتراجعش، وهم حاسين بظلم، فالانسحاب بالنسبة لهم عملية مش سهلة ابدا. انما الاقوى من الغيرة جواهم هو خضوعهم لداود، هو حبهم لهذا الرجل، فهيوافقوه حتى على غير هواهم حسب كل ما يختاره سيدنا الملك، نحن عبيده. هنا برضو قاعدة مهمة، لما بتحب حد بيسهل عليك انك تخضع له، وعشان كده اللي بيحب ربنا قوي ما بيحسش ان وصية ربنا صعبة. اللي بيحس ان وصية ربنا صعبة يبقى لسه مش بيحبه كفاية. عشان كده القديس يوحنا الحبيب يقول وصاياه ليست ثقيلة، واحد تاني يقول له ازاي مش ثقيلة، بس هي احبوا اعداءكم دي سهلة، هي صلوا بلا انقطاع دي سهلة، يقول له صدقني لو حبيت ربنا هتحس ان طلباته سهلة. يبقى من يحبني يحفظ وصاياي، فالحب يسهل الطاعة يسهل الخضوع. لو زوجة بتحب جوزها قوي بتقول له حاضر من قلبها حتى لو طلباته صعبة، لو طفل بيحب أبوه قوي هيقول له حاضر حتى لو الطلب صعب. رجال داود لأن بيحبوا داود قوي الطلب ده مش سهل عليهم إن هم يهربوا في موقف زي كده، إنما حاضر حسب كل ما يختاره سيدنا الملك نحن عبيده. فخرج الملك وجميع بيته وراءه. طبعا زفة حزينة قوي، الملك طالع من القصر لامم عزاله وراء طابور رجالة كلهم يعني وزراء ومستشارين حرب وقيادات عظيمة وتاريخ مجيد، إنما كل دول زي اللي مهزومين طالعين من القصر كده هربانين. وبيته عياله بقى والناس. وترك الملك 10 نساء سراري لحفظ البيت. كان بيبقى فيه نظام الجواري ده، ودول يعني زي مسؤولين عن البيت، فسابهم يعني عشما انه يرجع للبيت ده تاني. وخرج الملك وكل الشعب في اثره ووقفوا عند البيت الابعد، خدوا مسافة لغاية بيت بعيد كده، وجميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه، يعني زي ما تقولوا قعدوه في حتة كده وبقى يشوف كل رجالته اللي طالعين معاه، عاوز يعرف بقى مين فاضل معاه، فبقوا يعبرون بين يديه. ده بس اللي فاضل معاه، كل الناس خلاص بقت مع أبشالوم. طبعا إحساس مر إن هو يقعد يبص في الوجوه كده، يدور على الوزير الفلاني ما يلاقيهوش، يدور على القريب الفلاني ما يلاقيهوش، يعرف إنه راح خلاص الجبهة التانية الناحية التانية. وبعدين يفاجأ بإن الناس دي بتحبه لهذه الدرجة، أصل اللي هيطلع ورا داود هيبقى مطاريد خلاص، دول حكموا على نفسهم إن دول هيبقوا هربانين بقية عمرهم، فالقرار مش سهل. زي بالظبط تبعية ربنا يسوع، اللي بيمشي ورا المسيح له المجد يعبر بين يديه، ده ارتضى إنه يعيش في الدنيا دي يحمل صليبه ويهان من أجل اسم المسيح، لكن بيحب داود، داود اللي هو المسيح هنا بقى، يعني يحب ربنا يرتضي أن يخرج من هذه الحياة بلا كرامة ويرتضي الظلم أحيانا. مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجتيين، كان في مجموعة من جت دول فلسطين، إنما من حبهم وعشقهم في داود من سنين طويلة عملوا زي تعاقد عهد وصلح بينهم وبين داود، بقى داود هو راعيهم برضه. ودول إشارة للأمم اللي هم ما هماش في الأصل يهود، لكن قالوا له احنا ما نثقش في حد غيرك يحمينا، احنا تبعك، ده الكلام ده من بدري. دول لما لقوا ان داود هيهرب قالوا هنهرب معاك، قال لهم انتوا يعني يا بشالوم ملوش فيكوا عداوة يعني، خليكوا انتوا يعني، قالوا له لا احنا تبعك. 600 راجل اتوا وراءه من جت وكانوا يعبرون بين يدي الملك. يفاجأ بقى بمين؟
لقى واحد عجوز فيهم مشهور زي شيخ القبيلة كده اسمه التاي الجتي. التاي ده راجل عجوز قوي ومش سهل عليه، هيبقى مطرود كده ويطلع في الجبال ورا داود ومش عارف هيرجع امتى، وهو كده كده راجل يعني مش مطلوب يعني القبض عليه لانه ده مش عدو لأبشالوم. فقال الملك لإتاي الجتي: لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك، يعني أنت جيت بلادنا دي عشان تسكن وسطينا كغريب، ويعني هتسيب نفسك تتبهدل تاني وتطلع ورايا. فقال الملك لإتاي: لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك. شوف التعبير ده يا جماعة، بيسمي أبشالوم الملك، خلاص ارتضى على نفسه كده، قال له روح اقعد مع الملك، يعني ما بقتش أنا يا ابني ملك، لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك، أمسا جئت واليوم أتيهك بالذهاب معنا. شوفوا محبته وأمانته للناس دي. قال له انت جيت لي في وقت انا كنت صاحب كلمة وصاحب سلطان عشان ارعاك واكرمك انت وناسك، دلوقتي هتوهك ورايا. انت جيت لي انا ريحتك كام سنة، لكن بعد ما انا ما بقاليش كلمة دلوقتي هتوهك ورايا، ليه تتبهدل معايا؟ شوف مصلحتك. امسا جئت واليوم اتيهك بالذهاب معنا، وان انطلق إلى حيث أنطلق، يعني إيه؟ أنا همشي مش عارف أروح فين، ارجع ورجع إخواتك، الرحمة والحق معك. ده داود بيقول لإتاي الجتي كفاياك ارجع ما تبهدلش نفسك، أنت راجل كبير ومعاك شعب كويس وملكوش أنتوا في المعركة دي يعني نصيب. فأجاب إتاي الملك وقال: حي هو الرب وحي سيد الملك، أنه حيثما كان سيد الملك إنما كان للموت أو للحياة هناك يكون عبدك أيضا. إشارة جميلة أوي. هذا الرجل الأممي غير اليهودي اللي تمتع بس برعاية داود كم سنة وشاف منه الوفاء والإخلاص، قال له أنا أموت معاك وعيش معاك، أنا ما عدش في أورشليم يوم وإنت مش فيها ملك، أنا مليش في الملك التاني ده، أنا توه معاك واتجرب معاك واتبهدل معاك واموت معاك، لكن انا ملياش هنا مكان. هنا يبان حاجة مهمة، دي كانت اشارة ان في من الامم هيسبقوا اليهود وقت المسيح له المجد. في ناس حبوا ربنا يسوع زينا احنا المصريين، يعني حبينا المسيح لدرجة قدمنا شهداء اكتر مئات الاضعاف من اليهود اللي بقوا مسيحيين زمان، واحنا ما كناش في الاصل يعني يهود، احنا مصريين. فمن الامم من يقبل الايمان ويبقى بيحب ربنا اكتر من اي حد. فقال له: حي هو الرب وحي سيد الملك، حيثما كان سيد الملك ان كان للموت او للحياه هناك يكون عبدك. برضو اقول حاجه تاني، لما الواحد يحب ربنا قوي يقول له: يا رب معاك معاك، توديني جثماني أروح، توديني جلجسة أروح، تعلقني على الصليب جنبك أروح، أضرب بالكرابيك معاك أروح، اللي انت عاوزه بس أكون معاك. أنا مش بدور أكون معاك في الراحة، أنا بدور أكون معاك وبس. فقال له: للموت أو للحياة أنا برضو معاك. وكانت جميع الأرض قبلها. فقال داود لأتاي: اذهب واعبر. طبعا داود لما لقى إصرار أتاي الجتي ورجالته قال له خلاص اللي تشوفه اعبره. كلمة اعبره دي برضو انتوا عارفين كلمة مهمة، لأن العبور كلمة عبور باس أوفر هي كلمة الفصح أو البصخة، ودي ليها خلفية قديمة. وقت موسى النبي لما عبر موسى النبي الشعب كله من البحر، وقبلها لما الملاك عبر عليهم كان يقول: أرى الدم في إيه فأعبر عنكم، أشوف الدم أعدي، ما أقدرش أدخل البيت ده، البيت ده محروس بالدم. فكلمة العبور دايما ليها مغزى كده يدل على الخلاص، لأن إحنا عشان نطلع من هنا للسماء زي اللي بنعبر، فإحنا بنعبر
من خلال دم المسيح مية المعمودية الإخلاص لداودنا الحقيقي مسيحنا الحقيقي. لأن هيجي ملك آخر في الدنيا وناس كتيرة تمشي وراه، بس احنا هل مخلصين للراعي الصالح اللي بيرعانا وهنعبر معاه ولا لا؟ وفي العابرين لقينا ناس ما كانوش في الأصل يهود، يعني تميزوا حتى عن اليهود. اذهب وعبر، فعبر إتاي جتي وجميع الرجال وجميع الأطفال الذين معه. برضو دي حاجة كويسة. ليه؟ النهاردة في ناس ساعات تشكك في معمودية الأطفال، يقولوا استنوا على العيال لما تكبر نعمته. طيب دلوقتي، وهو لما موسى عدى بالشعب سابوا عيالهم الصغيرين في مصر وقالوا لما يكبروا يفهموا نبقى نعدي، وهم مش هيعدوا عمرهم. وهو هنا لما إتاي جتي ومعاه 600 واحد عاوزين يمشوا مع داود سابوا عيالهم وقالوا نبقى نرجع ناخد العيال. في أمور مش لازم تتشرح، دي هدية من السماء ناخدها ونديها لعيالنا. فمعمودية الأطفال قديمة جدا، قدم الكنيسة الأولى كان دايما يعمدوا الأطفال على إيمان والدهم، والوالدين مسؤولين يسلموا الإيمان ويحافظوا على عيالهم في الإيمان. فمن يرفض معمودية الأطفال كمن يحرم الأطفال من الملكوت، يبقى عكس اللي قاله المسيح. ده ربنا يسوع قال إيه؟ إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. هو يقول خليكوا زي العيال عشان أدخلكوا السماء، إحنا نحرم العيال من السماء؟ يبقى كده قلبنا الموازين. فكان في أطفال في الزفة دي. طبعا الأطفال هيمشوا وراء أهليهم هيعملوا إيه؟ بالرغم انها هيطلعوا في جبال ويجروا ويهربوا، طب وماله؟ بس ليهم نصيب في هذا العبور وفي تبعية داود الهربان. وكانت جميع الارض تبكي بصوت عظيم. طبعا ايه بقى؟ كل اللي خارجين دول بيعيطوا. ليه؟ اولا بيحبوا داود قوي فمجروحين. هذا الملك يعني قبل ان يطرد من ابنه، قد ايه ده شيء محزن. وعاوز اقول لكم الشعور ده شعور ممكن نحطه على ربنا كمان. ليه؟ في ناس من ولاد ربنا بيطردوا ربنا من حياته، بينفوا ربنا من حياته. أبشالوم ابن ما كانش ليه وجود من غير أبوه، لكن بسبب كبريائه وقسوة قلبه طرد أبوه من حياته وكان عاوز يخلص منه. هذا الشعور هو شعور كل شخص يستكبر ويحس ايه لزوم ربنا في حياتي، انا هعيش من غير ربنا، ربنا مضيق عليا، وينفي ربنا من حياته. يبقى ايه رد ربنا؟ هل يجازيه ويأذيه؟ لا، ده ربنا طيب جدا. يخرج، يخرج حزين. فكان بكاء كمن جميع الارض تبكي. الارض تبكي حين ترى كم العصيان اللي بيعصوه البشر لربنا. صدقوني الأرض دي بتبكي، السماء والأرض تشهد علينا أن ربنا خالق مليارات من البشر، مديهم شمس وقمر وهوى وطبيعة وأكل وشرب وصحة، وهم بينكروه من حياتهم وبيطلعوه من حياتهم، بينفوا ربنا من حياتهم، وربنا يخرج من حياتهم حزين والأرض تبكي لأنها عارفة مصير هؤلاء. تبكي بصوت عظيم، يعني كل اللي خارجين دول خارجين في مناحة، مش عشان بس حالهم ومالهم، لا، الأكثر داود ملكهم مهان، الملك المهان بالنسبة لهم دي صعبة قوي. كم نبكي نحن مثلا في أسبوع الآلام لما بنشوف ملكنا المهان، ربنا يسوع له المجد وهو يهان من أجلنا. طبعا كل الأرض تبكي بصوت عظيم لأنه إحساسنا أنت مش وش كده أبدا، انت ما غلطتش، ده انت جيت على نفسك. وجميع الشعب يعبرون، وعبر الملك في وادي قدرون. برضو تلاحظوا حاجة، ان الملك زي ربان السفينة عبر الناس كلها وعبر هو في الاخر. طب ما ده الوقت خطر، ده أبشالوم هيطولك، أبشالوم جاي دلوقتي هيطلع من حبرون على أورشليم عشان يقعد على الكرسي، فكل ساعة تفرق. قال نعدي الناس بتوعنا الاول. فداود ظل كعادته أمينا على شعبه اللي فضلين منه، يعني من شعبه، وعبرهم كلهم، وبعدين طلع وراهم في وادي قدرون. وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية. راجعين تاني للجبال، تلاقي داود بيقول في باله جبال تاني،
ما هو بتاع جبال قعد 15 سنة هربان مثلا من شاول ومن جبل لجبل ومن مغارة لمغارة، فلما لقى انه طلع قال ما هي الجبال وحشتني، الظاهر انا مش وش استقرار وملك وكرسي، نرجع تاني بقى لمزامير الجبال ونرجع بقى ايه لتأوهات الجبال وأوجاع الجبال. يقال في اللحظة دي قال المزمور المشهور اللي بنصليه المزمور الثالث، يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، لأنه في مقدمة المزمور ده هتلاقوا على رأس المزمور مكتوب أنه مكتوب عند هروبه، يقول مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه. ده المزمور ده بالذات معنون، يعني معروف إمتى قاله وإمتى كتبه. يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي. طبعا إحساسه أبشالوم خانه ومعاه أخيتوفل خانه، وكل شوية هيسمع اسم يفاجأ إن الناس دول قاموا عليه مع إن دول معاشرينه بالسنين الطويلة. إحساس صعب، هيتقال له ما في بوشس اللي بياكل على مائدتك كل يوم ابن شاول، ابن يونسان ابن شاول خانك، كل ده هيتقال له، هيبقى طعون كده طعنات في جنبه لأنه كل دول خدمهم وحبهم وقلبوا عليه. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله، يعني كتير بيقولوا لي خلاص ما فيش فايدة دي آخرتها. وبعدين هتلاقوا كلمة اسمها سلا. سلا دي ايه؟ سلا دي زي مقطع موسيقي، انتوا عارفين الفنانين ما يقعدوش يقولوا على طول، ساعات يرتل وبعدين يبكي شوية او يشغل الموسيقى شوية، والموسيقى تطلع مشاعر حتى بدون كلام. فكلمة سلا اللي تلاقوها في المزامير دي يعني فترة صمت، لكن مش فترة سكوت عن الصلاة، الصلاة جوه بقى، عشان كده كأن الواحد المفروض يقف عندها شوي، ياخد نفسه كده ويفكر في اللي بيقوله أو يطلع مشاعره. كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون ليس له خلاص بإله. بعد سلا دي، بعد شوية الدموع دي والصلوات الداخلية دي، أما أنت يا رب فترسن لي، بقى يصرخ لربنا يقول له ماليش غيرك يا رب، كلهم قاموا علي، أنا اتخنت من أقرب الناس، أنا خسرت كل حاجة، ولكن أما أنت يا رب فترسن لي مجدي ورافع راسي. أنا مش مجدي عشان كرسي أورشليم، أنا مجدي وأنا حافي طالع في الجبل، لكن تظل أنت مجدي ورافع راسي، محدش يرفع راسي غيرك، أنا استنى منك أنت. أنا كلهم بيبصوا لي يقولوا لي نرجع نحارب، أنا مش هحارب، أنت مجدي، أنت رافع راسي. بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدس سلاه. مرة تاني برضو إيه، مقطع تاني وفترة صمت وبكاء وتأمل. وبعدين يقول له أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن الرب يعضدني. يبدو أنه غفل كده ساعة ولا حاجة من الحزن ونام كمان يموت، لأنه من شدة الحزن الإنسان ساعات ينام كأنه نام نوم الموت وبعدين صحي. فلما فتح عينيه رجع له الأمل تاني، لأنه النوم والاستيقاظ دايما إشارة للموت والقيامة. فيقول أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب يعضدني، يبقى ربنا مش هيسيبني، يبقى لازم هنتصر. لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي، قم يا رب خلصني يا إلهي، ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار، للرب الخلاص على شعبك بركتك سلاه. مرتين نرجع لنص صمويل الثاني، يقول كانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم وجميع الشعب يعبرون، وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية، وإذا بصادوق أيضا وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله. اللاويين طلعوا بصراحة رجال، اللاويين دول بقى خدام الهيكل، وده السبط المسؤول عن العبادة. محدش كرم اللاويين قد داود، داود عمل لهم قيمة، وزعهم كده ألفات، ووزع عليهم المسؤوليات، وعمل رتب اسمها رتب المغنيين زي الإبسلطس في الكنيسة المرتلين، ونظمهم وجاب لهم حقوقهم وسكنهم، فهم بيحبوه جدا، أولا لأنه فنان، فهو بذاته بيقود التسبيح في مرات زي يوم زفة تابوت العهد، بيبقى بنفسه بيقود التسبيح، فهو معتبر نفسه زي أي لاوي صغير.
فاللاويين بيحبوا داود جدا، فخرج رئيس الكهنة اللي اسمه صدوق ومعاه طابور لاويين، قالوا له احنا معاك، احنا ملناش في ابشالوم، احنا نتغرب معاك، وجايبين اغلى ما عندنا معانا، جايبين ايه؟ تابوت العهد، يحملون تابوت عهد الله. قالوا له ما تخافش، طالما التابوت معانا يبقى ربنا معانا، معاك بقى في اي حته. فوضعوا تابوت الله وصعد ابي اثار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينه. فقال الملك لصادوق ارجع تابوت الله الى المدينه. شوف برضو داود فكر تفكير كويس، حس انه انا ما استاذنتش من ربنا ان انا اخد التابوت، ثم انه ابهدل ربنا معايا ليه؟ التابوت ده اشاره لحضور الله. لا لا يا رب، انا غلطت واستاهل كل اللي يجرى لي، انما تابوت العهد يفضل مكرم في مكانه، لو ربنا قبل توبتي وعفى عني ارجع للتابوت، ما عفاش عني يبقى انا استاهل كل اللي هيحصل لي، ويظل التابوت مكرما. فهو نفسه داود حس انه كتير عليه يبهدل التابوت معاه. وبرضه لو تذكروا زمان وقت عالي الكاهن حصلت غلطه ان هم دخلوا تابوت العهد في حرب بين اليهود وبين الفلسطينيين، فاتاخد التابوت وكانت عار على اليهود، ولولا ان التابوت طبعا لانه مقدس وربنا هو المسؤول عنه رجع بكرامة لوحده، لكن ما كانش مستحب أبدا إن حد ياخد التابوت كده ويغامر إنه يهرب بيه من مكان لمكان. فقال الملك لصادوق ارجع تابوت الله إلى المدينة، فإن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه. يبقى لسه عنده رجاء بالرغم إن المؤشرات كلها بتقول ما فيش فايدة، أبشالوم كان الجو وداود كبر طبعا في السن، فيعني الشباب برضو ممكن يأكلوا الجو، إنما الحقيقة هو كان عنده رجاء، كان عنده إحساس أنه ربنا مش هيسيبه، لأنه دلوقتي ماشي صح وبيصلي ولا يعادي أحد ولا ينتقم لنفسه. فقال لو أنا ربنا وجدت نعمة في عينيه هيرجعني ويوريني المسكن تاني والتابوت. برضو مين اللي بيجد نعمة في عينين ربنا؟ فاكرين الآية؟ المتواضعون يجدون نعمة. اللي عاوز يجد نعمة ويصعب على ربنا فيستجيب له في أي طلب يتضع يتكسر يبقى منسحق القلب، ده يجد نعمة على طول. فهو داود كان ناوي إيه؟ ياخد هذا الموقف المتضع لعله يجد نعمة في عينين ربنا. وإن قال هكذا إني لم أصر بك، ولو ربنا قال لا أنا زعلان لسه، فها أنا ذا فليفعل بي حسب ما يحسن في عيني. من أجمل صفات المتواضعين التسليم التام. قال أنا ما بقتش عاوز حاجة خالص، ربنا رضي علي وسامحني رجعني أشوف التابوت، ربنا لسه بيأدبني يأدبني، خلاص حسب ما يحسن في عيني. طب ده انت هتسيب الملك وتسيب المجد وتعيش بقيه حياتك معذب مطرود، حسبما يحسن في عيني لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. انا مش هختار لنفسي حاجه، انا خلاص انا في ايديه يعمل اللي هو عاوزه، يأدبني يعصرني ينفيني يطردني يعمل اللي هو عاوزه. طبعا هذا التسليم لا يخرج الا من قلب منكسر متضع محب، الحاجه دي تعجب ربنا. ثم قال الملك لصادوق الكاهن أأنت راء؟ مش أنت رأي هنا يعني نبي لأن رئيس كهنة. ارجع إلى المدينة بسلام، أنت ما تتبهدلش برضه، أنت رجل الله تفضل في مكانك جنب التابوت تحرسه. أنت وأخي معص ابنك ويناثان ابن أبي أثار. قال له أنت معاك اتنين كهنة شباب، أبي أثار ده برضه راجل كويس كاهن تاني، رؤساء الكهنة الكبار صادوق وأبي أثار، عندهم كهنة أولادهم شباب أخي معص ويوناثان. قال أنا أقول لك فكرة، عاوز تخدمني يا صادوق ارجع أنت وولديك ابن أبي أثار اللي هو يوناثان وابنك أنت يا صادوق اللي هو أخي معص، ارجع وابناكما كلاهما معكما انظروا. أقول لك حاجة، إني أتوانى في سهول البرية. قال له أنا المرحلة اللي جاية هاخدها على مهلي شوي،
وأنا هربان في سهول البرية، السهول الحتت الواطية شوي، وهستنى منك الأخبار. أنت كرئيس كهنة مكرم محدش يقدر يقرب منك، ابعت لي أخبار القصر وأورشليم عن طريق ولديك الكهنة يونسان وأخيماس، لأن الكاهن عنده حرية حركة، كان ككهنة من حقهم يتحركوا من غير استئذان من الملك شوي، وفي نفس الوقت محدش هيشك فيهم. فقال له خلي ولادك هم اللي ينقلوا لي الأخبار، إني أتوانى في سهول البرية حتى تأتي كلمة منكم لتخبيري، فأرجع صادوق وأبي أثار تابوت الله إلى أورشليم وأقام هناك. سمعوا الكلام، رجعوا أورشليم وحطوا التابوت مطرحه، وبقى صادوق وأبي أثار في استقبال أبشالوم، ومعهم اتنين شباب ولادهم أخيماعص ويوناثان، عندهم كده أوامر هنقول لكم الأخبار تروحوا تنقلوها لداود. وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون. جت سيرة بقى جبل الزيتون، المكان المحبوب بتاع ربنا يسوع بعدها بألف سنة. وفي نفس المكان تقريبا اللي بكى فيه يسوع له كل المجد بعدها بألف سنة، بكى داود بحرقة. داود كان يبكي على خطيته، أما مسيحنا الحقيقي كان يبكي على خطية كل داود وخطايا كل أورشليم. في نفس المكان عند مصعد جبل الزيتون المسيح بكى وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فصعد في مصعد جبل الزيتون، جبل الزيتون ده مطل على الهيكل من بعيد، ما كانش الهيكل لسه هنا في وقتها، لكن يكشف أورشليم كلها. كان يصعد باكيا داود ورأسه مغطى، برضو علامة الحزن عندهم يغطوا رأسهم كده زي بطرحة كده، ويمشي حافيا، شوفوا علامات التذلل، مغطي رأسه، ده ملك مش مفروض يبقى كده، ويمشي حافي ووشه في الأرض ودموعه نازلة، منظر طبعا يخلي كل رجالته ايه يبكوا ويتأثروا. وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه، كل اللي وراه لبسوا طرح من كتر الحزن والضيق وإحساس الذل. وفي نفس الوقت هي تعبير عن التوبة، لأنه لو ربنا قبل توبتنا هيردنا تاني. وكانوا يصعدون وهم يبكون، كانوا يصعدون وهم يبكون. الآية دي جميلة ليه؟ تصوروا أن البكاء بتاعنا يصعدنا إلى المسيح. إحنا عشان نطلع لربنا مش محتاجين الهيصة على طول، لا، محتاجين دموع، محتاجين التوبة، لأن التجارب والتوبة والدموع الحاجات دي بترفعنا لفوق بدل ما ننزل لتحت. فكانوا يصعدون وهم يبكون، إشارة إنه طول ما حياتك فيها توبة وفيها تذلل فيها تجارب فيها ألام، أنت في حركة صعود وأنت مش واخد بالك، ارتفاع. وأخبر داود وقيل له، جاله خبر تاني يضايقه، أخي توفل بين الفاتنين مع أبشالوم. جاله خبر مزعج، أخي توفل المستشار الأول بتاعك فتن عليك، فتن عليك يعني انضم لأعدائك. فقال داود حمق يا رب مشورة أخي توفل. دعا من قلبه كده، قال له يا رب حمق مشورة أخي توفل. هنا بقى تحدي بين الذكاء البشري بكل ما فيه وبين الصلاة، مين يكسب؟ لا، الصلاة تكسب. العبقرية بتاعت أخي توفل اللي ما بيغلطش أبدا، وبين صلاة داود المتواضع المنكسر، لا طبعا صلاته تكسب. الذي كان حكيما في كل مشوراته طول حياته، بعد الصلوة دي صار أحمقا، لأنه داود قال حمق يا رب مشورة أخي توفل. عشان كده تلاحظوا احنا في القداس نصلي ونقول ايه، ابطل مشورتهم يا الله الذي ابطل مشورة أخي توفل. مهما كانت مشورة يعني محبكة جدا ومؤامرة تمام، انما مع ربنا ومع الصلاة تبطل تبوظ. ح
تحمق يا رب مشورة أخي توفل. ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله، هو طالع على مصعد كده جبل الزيتون لمصعد طويل، طلع كده وشاف المنظر كأنه بيودع أورشليم، مش عارف يرجع ولا لا. ولما طلع على مصعد الجبل على قمة الجبل، بدل ما ينهار في البكاء مثلا، لا سجد. السجود هنا معناه حلو قوي. ليه؟ السجود يحمل عادة ثلاث مشاعر مهمة قوي. في مشاعر كتير في السجود، لكن أهم ثلاث مشاعر شعور الشكر. أشكرك يا رب على كل حال، على كل حال. أشكرك أني لسه عايش، أشكرك أنك سمحت لي بالتجربة دي، أشكرك لأني كنت محتاج العلقة السخنة دي، أشكرك. فالسجود علامة شكر. في نفس الوقت السجود علامة توبة. يعني إيه؟ هو بيسجد يقول له أنا استاهل كل حاجة، إن كان ده تأديبك أنا مش ناسي، أنا قتلت، أنا وقعت في زنا، أنا أجرمت في حقك، أدبني يا رب زي ما أنت عاوز، أدبني وإلى الهلاك لا تسلمني، أنا قابل منك. فالسجود هنا علامة خضوع التائبين. الحاجة الثالثة علامة تضرع. السجود شعور تضرع. ليه؟ فكها يا رب، حلها أنت يا رب، ما عنديش حل، والرجالة دول ما عندهمش حل، وما فيش حل بالمنطق، وتعقدت بالأكثر لما أخي توفل بقى ضدي، إنما أنا هسجد لك وأقول لك يا رب الموضوع في إيدك أنت، أنت يا رب ناصري، مجدي ورافع رأسي، أنت ترسل لي. فداود وسط دموعه وأحزانه وصليبه التقيل سجد لله. يوم ربنا مشي فكها على طول، يبعت له تعزية يشجعه. ربنا لما يلاقي الواحد بيعمل مطانية كده يطبطب عليه، فبعت له طبطبة لذيذة كده. إذا بحوشاي الأركي، ده واحد من أصدقائه الكبار في السن برضه والمستشارين بتوعه برضه، قد لقيه، لقى واحد جاي له بقى من على الجبل كده جري وبياخده بالحضن، ومن أعز أصدقائه اسمه حوشاي. هو كان افتكر إن حوشاي ده راح معاهم هو كمان، لقى حوشاي جاي ممزق الثوب والتراب على رأسه. حوشاي يا عيني تعبان جدا، ازاي يحصل ده كله؟ فهنا لقاء الأصدقاء والأحباء يعزي يهون. فجي حوشاي يقول له أنا مش عارف ايه اللي بيحصل ده، وازاي أخي توفل يخنا، وازاي بشلوم يقوم عليك. فقال له داود، وحوشاي كبير في السن ومع كده طلع الجبل وممزق الثوب والتراب على رأسه، يعني فعلا حزين من قلبه وجاء تعافى كده على صحته وطلع، قال له أنا معاك طبعا. فداود نورت في دماغه فكرة كده، قال له شوف يا حوشاي، إذا عبرت معي تكون علي حملا. صراحة ومصحاب أوي، قال له أنت بصحتك دي عشان تجري معايا من جبل لجبل أنت هتبقى حمل علي. هو طبعا عاوز يطلب منه طلب، فبيجيبها بطريقة الحكيمة. ولكن إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشالوم أنا أكون عبدك أيها الملك، أنا عبد أبيك منذ زمان والآن أنا عبدك، فإنك تبطل لي مشورة أخي توفل. قال له بص حوشاي، أنا عندي أمل فيك، كل الناس عارفة أنك أنت مستشاري الثاني، ومعروف أن أنا بثق فيك، وفي نفس الوقت معروف أنك كبير، إذا كان أخي توفل راح معاه ما تروح أنت كمان كأنك ضدي، وانت بقى تقول الرأي العكس أخي توفل دايما عشان تبطل مشورة أخي توفل. فبعد ما صلى على طول قبلها بدقايق بيقول له حمق يا رب مشورة أخي توفل، لقى الحل. قال له بس انت ترجع يا حوشاي لأن رأيك مهم، وأبشالوم لو لقاك معاه برضه هيقول لك نسمع رأيك، انت راجل مهم وعارف داود كويس أكتر من أي حد. فقال له ترجع تقول أنا عبدك، أنا كنت عبد أبوك وأنا دلوقتي عبد الملك أيا كان يعني، فإنك تبطل لي مشورة أخي توفل. وبعدين هطلب منك طلب تاني يا حوشاي، أي أخبار جديدة؟ وده اللي هيبقى في وش الملك حوشاي ده، في وش أبشالوم، بلغ ولاد الكهنة وهم عليهم الباقي. يبقى داود عمل كده إيه التربيطة دي، ساب الشخص اللي يبقى مع أبشالوم بيتكلم معاه على طول، وعنده كمان المرسال اللي يبلغه بالأخبار.
أليس معك هناك صادوق وأبي آثار الكاهنان؟ قال له دول كمان معانا، أنا رجعتهم بس دول تبعنا برضو. كل ما تسمعه من بيت الملك أخبر به صادوق وأبي آثار الكاهنين. هو ذا هناك معهما ابناهما أخي معص لصادوق ويوناثان لأبي آثار، فترسلون على أيديهما إلي. يبقى أي أخبار هتقولوا للكاهنة، والكاهنة يقولوا لأولادهم، وأولادهم بقى يقولي في البرية يعرفوا سكتي يبلغون. كل كلمة تسمعونها. فأتى حشاي صاحب داود إلى المدينة. حشاي قال له أنا حاضر بس كده، قال اللي تقوله هعمله. وأبشالوم يدخل أورشليم. حشاي داخل رايح على القصر كأنه خلاص ما كانش حاضر الثورة دي والفتنة دي كلها، في الوقت اللي وصل أبشالوم أورشليم. ولما عبر داود قليلا عن القمة، ربنا طبطب شوية وشجع شوية وينزل برضو إيه على الأتاني، وهو لسه إيه مدرسة التأديب شغال. إذا بصيب غلام في بوشس قد لقيه بحمارين مشدودين عليهم 200 رغيف خبز، 100 عنقود زبيب، 100 قرص تين، زق خمر. مين ده بقى؟ فاكرين ما في بوشس ابن يوناثان ابن شاول، الرجل الأعرج اللي داود رد له كل حقوق جده وقال له تاكل على مائدتي إكراما لأبوك وجدك، وعين واحد غلام ليه اسمه صيبة بقى رئيس عمال عنده، رئيس خدامين. فصيبة ده إنسان مكار. لما لقى داود هربان، طبعا ما في بوشس غني قوي لأنه ورث عن شاول ويوناثان كتير، فراح يفتن على ما في بوشس ويدعي إن ما في بوشس ما صدق إن داود انطرد وشمت فيه وفرح فيه. الحقيقة ما في بوشس مش هيكون عمل كده، لكن الصورة هتتنقل لداود ايه، حتى اللي بياكل على ترابيزتك اللي انت طلعته من التراب وعملته بني آدم وأكرمته عشان خاطر يوناثان صديقك خانك. الكلام ده هيكون مش مظبوط، لكن صيبة هيروح يقول الكلام ده. ايه مصلحته؟ هو عاوز الملك ينطق بكلمة خلاص يا صيبة، حاجة ما في بوشس حقك. ولو الملك قال كده خلاص دي كلمة ملك كأنه قضاء. فصيبة بيعمل مؤامرة مش عشان حاجة، عشان يطلع بفلوس. فراح طلع بهدية غالية ولحقه في جبل الزيتون وقال له انت لزوم السفرية والناس اللي معاك، خد عندك بقى وخير كتير، 200 رغيف خبز و100 عنقود دبيب وهكذا. فقال الملك لصيبة ما لك وهذه، ايه ده كله ده؟ فقال صيبة الحمارين لبيت الملك للركوب، والخبز والتين للغلمان ليأكلوا، والخمر ليشربوه من أعيا في البرية. فقال الملك وأين ابن سيدك ابن شاول أو ابن يوناثان؟ فين ما في بوشس في القصة دي؟ هنا الكذبة بقى. فقال صيبة للملك هو ذا هو مقيم في أورشليم، يعني عاوز يقول له ده مع أبشالوم طبعا، لأنه قال اليوم يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبي. يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبي، يعني دلوقتي يرجعوني أنا مطرح أبويا وجدي ملك. طبعا ما في بوشس ما قالش كده، ما في بوشس غلبان وعارف عمره ما طمع في ملك لأنه هو قليل الحيلة وخلاص راحت على شاول ويوناثان من بدري. إنما صيبة ادعى على ما في بوشس إنه ما صدق إن داود انطرد وقال جه اليوم بقى اللي أرجع تاني أخد حق أبويا وجدي وأبقى ملك إسرائيل تاني. للأسف داود صدق. فقال الملك لصيبة هو ذا لك كل ما لما في بوشس. قال له خلاص خد كل أراضيه وخد كل حاجته بدل هو بيخوننا كده. فقال صيبة سجدت، يعني عمل له مطانية كده، ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيد الملك. طبعا كذب وغش ورياء، وهو بقى في الوقت ده مش هيميز مين بيضحك عليه ومين لأ. ولما جاء الملك داود إلى بحوريم، كل ده في سكة جبل الزيتون والبرية، إذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمع بن جيرة. خلي بالكم ما في بوشس ابن شاول برضه، حفيد شاول، فلسه واخد طعنه وما يعرفش إن ما في بوشس كويس. فيطلع واحد تاني من أهل شاول يشتمه، ما هو الشيطان برضه يركبها واحدة واحدة كده عشان يخلي الواحد يغلط، بس داود ما غلطش برضه المرة دي.
طلع واحد اسمه شامع بن جيرة يدي قرابة لشاول الملك، ده إنسان بطال ومصدق بقى، لا داود هربان، فقال ده يوم نشمت فيه عشان هو قال إيه، خد مطرح شاول. هو داود الحقيقة عمره ما طلب المكانة دي ولا سعى ليها، ده ربنا اللي رتب. هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شامع بن جيرة يسب وهو يخرج، يعني طالع كده على الجبل من فوق عمال يشتم وهو ماشي، وشايفهم بقى الموكب الحزين تحت، ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمين وعن يسار. هو واضح انه راجل ايه زي ما تقوله مش مظبوط، لانه ايه حتة راجل بيرمي طوب على قواد، يعني دول قادة جيش اي واحد منهم يفرتكوا، لكن هو بقى مش مظبوط الراجل ده، قاعد يشتم ويرمي طوب قال من فوق الجبل. هكذا كان شامع يقول في سبه، كتاب ذكر لنا كمان بيقول ايه عشان الكلام يوجع، اخرج اخرج يا رجل الدماء، ده الكلام لداود، كأنك انت ايدك كلها دم وانت اصلك افتريت وجي اليوم اللي ربنا يجازيك، اخرج يا رجل بليعال، رجل بليعال يعني عميل الشيطان، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول. هو بقى يصون بيت شاول ويتقال له انت اصلك خدت دم بيت شاول، الذي ملكت عوضا عنه وقد دفع الرب المملكة ليد ابشالوم ابنك، وها انت واقع بشرك لانك رجل دماء. كأن الواحد عاوز يقول له مش ناقصاك وتعبان وعلى اخره وعمال الخيانات تيجي من يمين وشمال، يطلع واحد كمان يشتمه ويتهمه بما ليس فيه، ده صعب. وبعدين ده ملك مهما كان، والتهم دي كلها الحقيقة مش حق، هو لا كان رجل دماء ولا خد مطرح شاول ولا خان حد. فقال أبي شاي بن صروية، أبي شاي ده أخو يؤاب، دول بقى الرجال الكبار الشداد يعني، للملك لماذا يسب هذا الكلب الميت سيد الملك؟ والرجالة طبعا بتوع جيش ولسانهم شديد، فقال ايه حتة الكلب الميت ده اللي بيشتم الملك، انا اطلع اجيب رقبته. قال له كده دعني اعبر فاقطع رأسه، مش هياخد مننا دقيقة. طبعا داود في ضعفه ده وحزنه الشديد والاهانات المتكررة، لو هو شخص عادي ما اسهل عليه ينتقم، ينتقم طبعا لانه مفروض انه ده بيشتم الملك، ده حتى الشريعة بتقول رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا، ده بيشتم الملك بأصعب الشتائم. إنما داود لا راح للشريعة ولا راح لكرامته ولا مشي مع شهوات الانتقام اللي تيجي للإنسان، هو كان واخد موقف توبة وانسحاق وتذلل واتضاع، فقال إجابة نموذجية. فقال الملك مالي ولكم يا بني صروية، انتوا بس يا اولاد صروية، دول ولاد خالته بني صروية اللي هو يؤاب وابي شاي، قال له اعمل معروف ابعد عني انت دلوقتي، دعوه يسب، انت زعلان ليه؟ سيبه يشتم، سيبه يشتم. تصور واحد بيقول كده، لان الرب قال له سب داود. ازاي طيب ده يحصل بقى ربنا هيقول له واحد يشتم داود؟ هي مش بالحرف، هو بقى واخد كل حاجة بتحصل من ايد ربنا، لا له دعوة بأبشالوم ولا اخي توفل ولا شمعي، هو قال ربنا ابويا بيأدبني وانا فاهم انه بيأدبني، وكل اللي بينزل على دماغي ده من ايده، وانا قابل من ايده كل اللي يجي، فخلوه يكمل التأديب للآخر. فهو مش معناها الحرف ان ربنا خلاه يشتم، لا الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد بالشرور، لكن مقصود ربنا سمح له يشتمني عشان ده كمال التأديبي، ده بيوضب فيه حاجات، الاهانات دي بتشيل مني شوية الكبرياء اللي فاضلين، بيسويني على الجنبين، سيبوه انا عارف ربنا بيعمل فيه ايه. دعوه يسب، شوفوا الكلمة دي، الرب قال له سب داود، لعل الرب ينظر إلى مزلتي. سيبوني أصعب على ربنا، سيبوني كده أتذلل لربنا شوية،
سيبوني اتشتم واتبهدل عشان ربنا يبص عليا ويقول لي طب خلاص نفكها بقى كفايه عليك كده. لعل الرب ينظر الى مذلتي. اذا من يقبل الاهانه باحتمال وبانسحاق وبالتضاع، ومن يعتبر نفسه مستحق للاهانات، ومن يقبل كل الالام خالصه من يد الله ولا يترك نفسه يعادي انسان مهما كان، لا عاد ابشالوم ولا عاد شمع بن جيره ولا عاد مفيبوشس، لسه مسالم عند ربنا يجد نعمه. لعل الرب ينظر الى مذلتني ويكافئني الرب خيرا عوض مسبته بهذا اليوم. يمكن ربنا قدام الكام شتيمه دول يحوش لي شويه اجر. شوف التفكير الروحي الحلو ده، طوباكم اذا طردوكم وايه وعيروكم يا بختكم، وماله لما نسمع كلمتين ثلاثه كويسين يتحوشوا في السماء، عيروكم برضه دي كويس. عوض مسبته بهذا اليوم. واذ كان داود ورجاله يسيرون في الطريق، كان شمع يسير في جانب الجبل مقابله ويسب وهو سائر. الراجل عم كمل واخدها برضه ايه طول السكه كده، ويرشق بالحجاره مقابله ويذري التراب. وجاء الملك وكل الشعب الذين معه وقد اعيوا فاستراحوا هناك. تلاحظوا ان ربنا فعلا بيأدب داود. ابنه هايج عليه، ناس كتيره خانته، ترك المجد بتاعه، ماشي مذلول، ما عندوش اخبار هيرجع ولا مش هيرجع، وبيسمع كل شويه خيانه حد، ومن اصعبها يطلع واحد كده يعني يشتم ويهينه وهو حتى ما يردش. كل ده كان يجد نعمة في عيني ربنا. الآباء القديسين يعلمونا لما تجرب فرصتك تكسب رضا ربنا في التجربة، لما تقبل التجربة، لما تشكر في التجربة، لما تتذلل وتتضع، لما تحتمل من يد الرب كل شيء، لما تقول في بالك بالتضاع أنا أستاهل كل اللي رجرالي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.